بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. نكمل قصة تجويع معاوية لأهل المدينة سنتين أو ثلاثا. نعم، وذاك أنه حبسهم سنتين أو ثلاثا لم يعطهم شيئا، فقال مين اللي قال؟ ثابت بن قيس. فقال ما هذا؟ فقالوا نريد أن نكتب إلى معاوية. فقال ما تصنعون؟ أن يكتب إليه جماعة؟ جماعة يكتبون؟ على فكرة شوف كيف ثابت بن قيس نظر عليه الصحابي الجليل هذا، يفهم نفسية معاوية وردة فعل معاوية، شيء مخيف. يكتب إليه رجل منا، قال لهم ثابت بن قيس، فإن كان كائنا برجل منكم فهو خير من أن تقع بكم جميعا وتقع أسماءكم عنده. فهمتوا؟ يعرف معاوية تماما. يعني تكتب جماعة 10 أو 20، نحن نوقع الموقعون أدناه، أي ممكن يبطش بهؤلاء جميعا. إن لم يبطش بهم وعمل حسابات كذا تبقى أسماءهم عنده، ويعرف أنهم من المعارضين والمتجرئين على أن يقولوا له ثلث الثلاثة كم كما يقال. ثلث الثلاثة كم؟ هذا لا يسأل كم ثلث الثلاثة، تسكت أمامه الحليم. يفهمونه على فكرة، لم يخطئ أنه حليم يعني عاد وكذا، لا، يعرفون ماذا يفعل بكل من يعارضه أو يروح له بالعصا. فقالوا فمن ذاك الذي يبذل نفسه لنا؟ لأنه هذا برضو عملية استشهادية، لأنك تكتب باسمك إن بدنا عطاءنا وجيب لنا عطاءنا وكذا. فقال أنا، صحابي جهيل الفارس، قال أنا ثابت بن قيس. قالوا فشأنك، خذ هذا يلا تحمل، فشأنك. فكتب إليه وبدأ بنفسه، فذكر أشياء منها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إحنا الأنصار نصرنا النبي، قال له إحنا إحنا أنصار رسول الله، أنصار الله ورسوله وغير ذلك. وقال حبست حقوقنا واعتديت علينا وظلمتنا. كما قلت لكم ما شاء الله، معاوية ومن تلاه، ابحثوا كيف حفظوا رسول الله في أهل بيته وقد أوصى بأهل بيته، كيف حفظوا رسول الله في الأنصار وقد أوصى بالأنصار، كيف حفظ رسول الله في مدينته وحرمه، وكيف فعلوا في مدينته وحرمه. استقروا التاريخ، شوفوا أشياء واضحة جدا جدا جدا، ما شاء الله عليهم، شديدو الحرص على حفظ وستر رسول الله في هذه الأمور، أهدروها جميعا. نعم نعم، وانتهكوها جميعا، كما يقول القرطبي الذي نهك. المهم نعود، وظلمتنا وما لنا إليك ذنب إلا نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بنعرف، قالوا فاهمين، هم مش زينا يا هبلان. قالوا احنا عارفين الذنب اللي أذنبناه في جنبك يا معاوية أننا نصرنا النبي. فاهمين يا جماعة أنه هذا الرجل هو أبوه وجماعته عندهم ألم شديد من نجاح المشروع المحمدي الإسلامي، بدهمش. ليش؟ ما بدهم هذولا 20 سنة سدنة الكفر والشرك، محزبو الأحزاب، إيه ما شاء الله. يوم زي ابن تيمية يضحك علينا، ابن تيمية شو تخيل؟ احكي هذا لأي عالم سيكولوجي في العالم حيقول شيخكو هذا مش فاهم رأسه من رجلي. بصراحة ابن تيمية يقول لك نعم، مؤلف قلوبهم، وإن كان الرجل كما ورد في الأثر لا يسلم صباحا طمعا في الغنيمة وتألف قلبه، فما يأتي عليه النهار إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وفيها. والله العظيم لا يصدق هذا إلا أهبل. ما في رجل بصير هيك يا جماعة، ما في رجل الصبح قال أسلم، العصر ما شاء الله عليه خلاص انتهى. وخاصة في مين؟ قصدي في مين؟ في الطلقاء اللي أسلم وعارف وما عندوش خيارات، يعني خياراته إيش؟ مش كثير واسعة، يعني واضح أمر كيف حيكون. شو يا ابن تيمية تحكي مين؟ بأي منطق أنت؟ بأي علم تدرس؟ كيف أنت تفهم البشرية؟ شوفنا معاوية أيوه أسلم، شوف كم سنة ما شاء الله ما تعدل، بل يزداد سوءا الرجل هذا كان والعياذ بالله. وختم حياته بأن جعل ابنه على رقاب الأمة، دمر الدنيا خلاص. ابنه اللي إيه؟ دمر المدينة واستباحها 3 أيام وقتل آل بيت رسول الله، هي النتيجة واضحة جدا. فلما قدم كتابه على معاوية دفعه إلى يزيد، شوف ابنه اللي بيكذبوا عليه، قال ابن عباس دخل مرة على معاوية فأمر يزيد أن يستقبله، فاستقبله واحتفى به وجلس معاه وآنسه وألطفه. وبعدين ما طلع فقال ابن عباس إن يموت هذا يموت خير قريش يعني. الله العظيم يا أخي، شيء مش معقول. ابن عباس يقول هذا، ابن عباس يقول هذا، وبقولوش إلا إيش ابن عباس قال في يزيد وفي أبو يزيد، أخبار أخرى وأصح وأقوى بسكتوا عنها. قال لك البخاري قال يا أخي ما قال عن معاوية، قال لا، قال إنه فقيه صحب رسول الله،
حجونا بها هذه النوع انه يعني ايش يشهد له انه صاحب رسول الله، لانه صلى الوتر ركعه واحده. في عندنا اسناد ثاني وقوي جدا بفضل الله، ابو جعفر الطحاوي قال لا ادري من اين اخذها الحمار عن معاويه، هذا دسوم. ما قالش ابن عباس انه فقيه صاحب النبي، قال لا ادري من اين اتى بها الحمار عن معاويه. حنجيبه هذا لما نجيب نجاوب عن الشبهات، حتشوفوا كل شيء له جواب. ايه بعطوكم شيء وبسدوا ايه اشياء، لا يجب ان تعرف كل شيء. لا. هذا ابن عباس عنده يزيد، هذا ما شاء الله، هذا فتى قريش يعني المجرم هذا الخليع. المهم فشوفوا يزيد ما شاء الله الحليم زي ابوه، قال له ما الراي؟ شوفوا جواب يزيد ما شاء الله، قال تبعث الي فتصلبه على بابه. ثابت ابن قيس وصحابي هذا شهد احد، النبي سماه الحاسر، اقبل يا حاسر ادبر يا حاسر. ليه؟ فأحد 20 جراحه. الانصار كانوا على فكره هم الفرسان كانوا الكبار ما شاء الله عليهم، كثره وكذا فرسان شجعان. هذا اسمه ثابت بن قيس شهد احد والمشاهد بعدها، وكان مع علي في صفين، وهذا لا ينسى معاويه له كذا. طبعا الجريمه كبرى هذه، ثابت بن قيس رضي الله عليه، ها الاوسي مش الخزرج، عشان تفهموا ليش بحكي الكلام هذا، الاوسي مش الخزرجي، اي الحاسر. قال له اقتل اصلبه، اصلبه على باب بيته صلب. كلمة صلب هذه إيه سهلة عندهم، سهلة جدا. بعدين صلب الإمام زيد بعد هيك وصلبوا غيره. فتصلبوا على بابه. فدعا معاوية كبراء أهل الشام فاستشارهم فقالوا تبعث إليه حتى تقدم به ها هنا، بتجيبه هنا. شوف الغدر، هذا عقلية معاوية، عقلية غدر. بتأمنه بتجيبه وتقفه لشيعتك، بتوقفه بشوفوه كل الناس جماعتك كبار إيه رجال الدولة ها ولإشراف الناس حتى يروا، ثم تصلبه وبعدين بتصلبه. بتكون هيك يعني شفيت فيه ايه غيظك. شو الناس هذه يا اخي؟ فقال هل عندكم غير هذا؟ قالوا لا، هذا الراي في صلب صلب يعني، يا هي انا عند بيته غادي. ما قالوش هذا صحابي، ما يشوف صحابي ايش؟ هم اهل بيت النبي قتلوهم، صحابي ايه؟ هم المدينه استبحوها، حرقوها، ذبحوها، هتكوها، ما في صحابي ايه وصحابه ايه؟ صحابه بس عندنا عند الهبلان، عند اللي بدافع عن الظلمه. يعني هم عندهم بلا صحابي بلا كلام فارغ، واحنا لا هم صحابه. اللي دمروا الدنيا كله ذبحوا الصحابه، هم الصحابه ورضي الله عنهم. منطق غريب جدا. طيب فكتب اليه قد فهمت كتابك وما ذكرت وقد علمت انها كانت ضجره لشغلي، كنت مشغول. قال له انا بس لاني مشغول، مشغول 3 سنين، ناس المدينه كلها الانصار مشغول، دجال زي القذافي، ناسي هو 3 سنين ناسي، طب سنتين ناسي، سنه ناسي، ارزاق الناسي اخي ناسي. وما كنت فيه من الفتنه التي أشهرت فيها نفسك. شوف كيف قال له، أنت كنت معالي في صفين، مش نسيك أنا، أنا عارفك. فأنظرني ثلاثا. فقدم كتابه، كتاب معاوية، على ثابت فقرأه على قومه وصبحهم العطاء في اليوم الرابع، أرسلهم العطاء بعد 3 سنين. طبعا ليش أنا ذكرت هذا؟ لأنه سوف يقال لنا هذا كذب من غير ما ننظر في الإسناد، كذب 100%. ليش؟ كيف قال لك ثابت ابن قيس معروف ومقطوع أنه لقي الشهادة في اليمامة في الحرب مع المسيلم الكذاب لعنة الله عليه، ولبى الله دعوة الرسول له بأن يعيش سعيدا وأن يموت إيه شهيدا، وهو الذي في روايات طبعا نزل فيه قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون فمرض واعتل في بيتي إلى آخر الأخير، قصة المشهورة. نقول لهم خطأ، لأن هذا الذي تتحدثون عنه الصحابي الجليل الشهيد هو ثابت ابن قيس ابن شماس الخزرجي، وهناك ثابت آخر اسمه ثابت ابن قيس وهو أوسي. انتبهوا، ومن غريب الاتفاق الذي لاحظه الإمام الذهبي أن أولاد ثابت ابن قيس ابن شماس شهيد اليمامة الثلاثة قتلوا يوم الحرة، جيش يزيد قتلهم ذبحهم. من غريب الاتفاق أن أولاد ثابت ابن قيس الأوسي اللي كتب الكتاب هذا معاوية الثلاثة قتلوا في الحرة أيضا. هذا الاتفاق الغريب، لدينا ثابتان كلاهما ابن قيس، واحد خزرجي واحد أوسي، جناحان أنصار. تخيل أولاد الأول الثلاثة شهيد اليمامة قتلوا في الحرة، وأولاد الثاني الأوسي الثلاثة قتلوا في الحرة أيضا، وثلاثة ثلاث ذكور ثلاث ذكور. هذه الحرة بركات الحرة، بركات يزيد بن معاوية، بركات استخلاف أولاد الصحابة يقتلون هكذا. على كل حال نعم نرجع إلى المال، ما زلنا احنا في الصعلكة، وكيف تغول أموال الناس وحقوق الناس ومنع حقوق الناس وتجويع الناس، أساليب صعلكة. ما في حاكم عادل عاقل يتعامل مع شعبيه بالطريقة هذه. هذا الصعلوك، صعلوك لا يشبع. بده أرض الناس، بده أموال الناس، بده كل شيء.
واسلوبه ومخاطباته واستفزازه للناس وتعليقه على الناس سوف ترون الكثير لسه. في البدايه والنهايه لابن كثير قال الزهري محمد بن موسى شهاب مضت السنه ان دية المعاهد كدية المسلم، يعني هذه السنه الماضيه، وكان معاويه اول من قصرها الى النصف واخذ النصف. طبعا اخذ النصف كما فرد اخرى مش يعني حطه مباشره في جيبه، لا، كان يأمر به في بيت المال، بس السؤال ماذا يفعل باموال بيت المال؟ معروف هي لمن؟ ما شاء الله لا حسيب ولا رقيب عليه، ولا واحد بيقدر يقول له ايه بقى، ما في، يتصرف كما يريد. نعم، يتصرف ايه؟ كما يريد. ناتي الان لاقرا عليكم ايها الاخوه بسرعه ولا عجل بعض المقاطع من ترجمه معاويه، وهي ترجمه مطوله، يعني زهاء 150 صفحه تقريبا، في انساب الاشراف الامام البلاذري، وفيها لطائف وعجائب وبدائع مما يتعلق ايه بمعاويه. قال هشام: حدثني شيخ لنا قال قال معاويه ليزيد: يا بني اتخذ المعروف عند ذوي الاحساب لتستميل به مودتهم وتعظم به في اعينهم وتكف به عنك عاديتهم. وين اجر الله؟ وين الاخره؟ وما فيش منه، كلها اغراض سياسيه ميكافيليه، بس سلوا معاك وتامن شرهم يثبت ملكك. هذا حقيقه المهم، وباموال مين؟ باموال الامه. وعند مين؟ ذوي الاحساب، الناس المهمين. اما المحاويج والمعدمون والضائعون فيزدادون ماذا؟ ضياعا، مع السلامه، يذهبوا الجحيم، هذا شيخنا فيهم. واياك والمنع فانه مفسد للمروءه وازراء بالشريف. واضح؟ المداني قال: دخل ابو الاسود الدؤلي على معاويه فانه لا يحدثه، هذه قصه مشهوره ومؤلمه. وابو الاسود معروف شريف، ظالم ابن عمرو هذا، رجل شريف كبير ومن تلاميذ الامام علي كان برضه، هذا وضع النحو، وضع ايه؟ النحو، وسيد شريف وشاعر كبير كذا، ورجل صالح وتقي. فانه لا يحدثه اذ حبق، يعني خرج منه ريح بصوت فتنه سبحان الله هيك. فقال: يا امير المؤمنين، انا عائد بالله وبسترك. لانه هذا عند العرب فضيحه كبير، وخاص ابو الاسود هذا مش اي انسان عادي. قال له: يعني سالتك بالله، معناها استعذت بالله، فتكن لي معاذا بعد الله وبسترك. ثم خرج ودخل عمرو بن العاص فحدثه، قال له: كان عند ابو الاسود وضرط مباشره. صعلوك، قلت لك رجل ليس سيدا، قال لك اسود، اسود الناس، رجل صعلوك، يتصرف كصعلوك، لا شرف لديه، لا عفه، لا همه، لا رجوله، ما في، ما في يا اخي والله العظيم. ونحن نحن صعليك غلابه، قسما بالله نعرف من اسرار الناس، ونحن صغار اقسم بالله من اسرار الناس وفضائحهم ما لم نفط به الى احد الى اليوم بفضل الله عز وجل، اقسم بالله ونحن صغار اطفال يا اخي، اشهد الله على هذا. وهذا عامل لحاله امير المؤمنين يفضح سيدا في مقام مين؟ ابي الاسود الدؤلي، مش قادر تمسك لسانك، لا يتندر صعلوك، نفسيه صعلوك، ماذا تفعل؟ وبلغ ذلك ابا الاسود فاتاه فقال: يا معاويه، ان الذي كان مني قد كان مثله منك ومن ابيك، كل بصير منه الشيء هذا، وان من لم يؤتمن على ضرطه لجدير الا يؤتمن على امر الامه. وصدق ابو الاسود، الله اكبر، اي أيوة والله العظيم، قال له: عضرت انت، ما قدرتش ايه تكون امين، انت تكون امين على امر الامه وتكون خليفه؟ لا والله، قال له. اوه شوف الرجل ربك، عشان خلينا نستيقظ نفهم، مش قادر يمسك نفسه انه يستر على رجل كريم زي هذا في ضرطه. قال له: انت تؤتمن على اعراض الناس واموالها ودينها؟ مستحيل، قال له. ده رجل سخيف، فعلا سخيف، انسان سخيف. انا اقول لك، اتحداك تقرا تاريخ معاويه في كل الكتب بشكل عام، طبعا سوف تقرا روايات تمدحه وتقرضه، وبشكل عام سوف تكره هذا الرجل، لا يمكن ان تحبه. وانا قلت لكم المره هذيك، صدقني قلت لكم برهانا لا يرد، هي قبره بالشام موجود لا يزار، ومتروك سبحان الله اشبه بالمهجور بالكامل. لماذا لا يزار؟ لماذا لا تهفو اليه القلوب؟ لماذا لا تهو اليه قلوب الناس؟ من اللي بتدعوا محبته بتردوا عنه بكفرون من اجله؟ ما حدا، ولا حدا حيفكر يزوره. ما كلام فارغ، الله لم يجعل له قبولا في قلوب الصالحين. يوميا تاتيني مكالمات، بس هذا مش دليل، بس يعني اقول لك يعني يوميا، وش يقولوا؟ والله يا شيخ، والله يا اخانا، والله وانا صغير كنت لا احب هذا الرجل، والله يوميا تاتيني مكالمات سبحان الله، ولكن ما برد قلبي الا محاضراتك، الان انا اطمئنت على حالي. لا يرتاح لي، يمكن تقرا حياته وترتاح لهذا الرجل يا جماعه، ما فيش، ليس بيدك الامر. طيب، قالوا: وادخل عفوا نعم
وأدخل إيه؟ عبد الله بن جعفر سائبا أو أدخل عفوا أدخل وأدخل عبد الله بن جعفر سائبا أو بديحاً، هذا واحد إيه؟ مغني على معاوية، فأخذ بحلقة باب البيت وجعل يوقع تن تن تن، يعني موسيقار الزلمة مغني كان هذا اسمه سائب أو بديح واحد منهم فجعل يوقع بها ويغني معاوية. تخيل شوف أمام الحاشية صعلوك، فعلا صعلوك مص عليك ما يهمه يعني ملوش احترام لنفسه. تخي ملك أنت، مش هنقول أمام المؤمنين طبعا، أنت ملك تكون وقورا رزينا غني لحالك أهوى سهلا ممكن، لكن مش أمام الناس. هو مش هامه هذا قاعد بضرب له إيش بحلقة الباب تن 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 تن، وهذا بغني ومعاوية يحرك رجله فقال يعني بغني معاوية وبحرك رجله، فقال ما هذا يا أمير المؤمنين عبد الله بن جعفر شو هذا؟ فقال إن الكريم طروب، إن الكريم صعلوك مش طروب، هذه صعلك، هذه صعلك. أنا لما كنت صغير كنت أفتح الحفلات عندنا 11 سنة بقرآن الكريم، يعني عجزوا معي لكي أنشد معهم مرة نشيد، قلت لهم نشيد لا أقسم بالله وإلى اليوم يستحيل أن أنشد أمام الناس، يستحيل. قرآن نعم، نشيد لا، أراه يغض من مقامي، أنا أقرأ كتاب الله، نشيد لا أنشد. عمري كان 11 سنة والله العظيم عجزوا، يعدنا مرة واحدة كذا انشد لنا على المسرح، قلت لهم مستحيل نشيد لا قرآن معاوية أمير المؤمنين يغني أمام الحاشية، ما في استحياء، ما في شيخ، ما في عفة نفس، فيش احترام داخل. أنا أقول لكم هذه مسائل سيكولوجية يفهمها من درسها ومن عاش يا جماعة. لذلك قلت بالأمس لابد أن نقرأ التاريخ قراءة برؤية، رؤية علمية معرفية نفهم، مش نضل زي الهبلان هيك فارغين نقرأ ولا فاهمين حاجة، ما بصح، يجب أن تزن. العقاد على فكرة أجمل ما فعله في كتبه العبقريات وغيرها أنه حاول يعيد قراءة الشخصيات من مناظير اجتماعية ونفسية وأنثروبولوجية، وهذا شيء جميل جدا وإن لم يوفي على الغاية، لكن شق الطريق هذا هو. حتى طه حسين إلى حد ما بيحاول. الإسلاميون ما في حسن الظن لنا، الظاهرة سرى والظاهر يكتم، إذا بيزعدهم مش بكتموه بيحرقوه. يقول هنا إيش؟ اللهم محمد، نعم في الصفحة. وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن عوانة قال قيل لعبد الله بن عباس إن الوليد بن عقبة، تعرفوا الوليد هذا السكير هذا، يقول ما رأيت أحدا أحق بما هو فيه من معاوية. الله أكبر. فقال إذا لم يقل الوليد هذا فمن يقوله؟ ابن عباس قال ما شاء الله على الشهادة، يعني إيه الوليد بن عقبة الفاسق إلى الله أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ، السكير صلى بالناس 4 ركعات وسكران أزيدكم، قال أنا ما رأيت أحدا تبهم حتى الرسول لا يستثنى. حتشوف الآن أثر عن معاوية، معاوية كان يرى أنه ما ولدت قرشية قرشيا مثله ولم يستثن الرسول، بل أبو بكر بل عمر بل عثمان بل علي ولا محمد. شوف الجراء على رسول الله، كان يقول ما فيش قرشية ولدت قرشي زيي، أنا الشيء مختلف تماما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نفسية الطاغية، هذه نفسية الطاغية شيء عجيب، يرى نفسه شيئا غير البشر. فقال ابن عباس إذا لم يقل الوليد هذا فمن يقوله؟ الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة اللي لما شم ريحة أن معاوية ممكن يصالع علي قبل صفين وممكن كذا يفاوضه، لما بعث له جمع عبد الله بعث له شعر معاوية، قال له معاوية إن الشام شامك فلا تدخل إيه عليك الأفاعية، أو شعر، قال له اصحى اصحى تصالع علي وأعد له حربا تشيب النواصي، قال له بلا صلح بلا كذا. الخبيث الفاسق هذا ما في واحد الله حذر منه والنبي حذر منه ورأت الأمة منه خيرا، إيش رأيكم؟ لكن الأمة سفهت الحق أيها الإخوة وأزرت بنفسها حين عطلت هذه الإشارات الإلهية والنبوية وأولتها كما تريد، فأذاقها الله سوء العذاب على أيدي هؤلاء الطواغيت والله العظيم، وفرق شمله وبدل جمعه وبهدلها لليوم، ما بدهمش، إيش نعمل؟ خلاص أمة شقية إيه؟ برد المأثور على الرسول الله. طيب وقالوا قدم الأحنف والمنذر ابن الجارود الشام، فرشى المنذر حاجب معاوية عشان يشوف إيه حجاب معاوية، رشوة كل المسائل رشوة وفلوس كذا، هذه الدنيا كلها هيك كانت والعياذ بالله. فرشى المنذر حاجب معاوية 4000 درهم على أن يدخله قبل الأحنف ابن قيس، فدخل المنذر قبل الأحنف، الأحنف هذا وراي يا حبيبي ألوف الرجال، بإشارة من يدها كذا قال لك ما في، سيد عظيم جدا هذا، طبعا تلميذ علي هذا كان معاه في صفين. فقال معاوية الحاجب كيف قدمت منذرا على الأحنف؟ فحدثه الحديث قال أعطينا 4000، ما شاء الله عليه أمير المؤمنين هذا، شفت أمير المؤمنين أمين على أموال الأمة وعلى دين الأمة وعلى قيم الأمة، رشوة، قال له أعطيني 4000،
فأنا دخلت قبل الأحنف. فضحك معاوية وقال لا تعد، ما تعدناش مرة ثانية. دخل بس زي ما شاف ابنه بسكر لا يزيد. تاريخ ابن كثير هذه، حنجيب مع موضوع الخمر. بسكر مغضب ولا ضربه وليش؟ ما هو بسكر كان، هو بسكر في حديث أحمد وأبو داود، هو كان بسكر. لكن ابنه بسكر قدام الناس، عيني عينك برضه كذا. قالوا لا، في الليل، في الليل، الليل أخفى للويل، مش الآن، في الليل اسكر ما فيش مشكلة، الحين لا. وهكذا حتى قتل الناس، سيأتيكم قتل الناس بالخفية في المعارك، نبعثهم نخلص عليهم ما حدا بيعرف. شيء رهيب، أمين على إيه؟ على قيم الأمة. طيب المدني عن فليح بن سليمان قال: وفد عمرو بن العاص على معاوية ومعه قوم من أهل حمص، فأمرهم عمرو إذا دخلوا أن يقفوا ولا يسلموا بالخلافة. جماعة هبلان هي كانوا، كان مدروش خليفة هذه فيها مشكلة علي، بزعل معاوية، فبلاش الخلافة هذه. ليش؟ بده يغيظ معاوية، يقولوا السلام عليكم، لو ما فهموش هيك عاد عشان يغيظ معاوية أنه إيه ما سلموش بالخلافة. فلما دخلوا قال السلام عليك يا رسول الله، هذا غباوة الناس كانوا، وتتابعوا على ذلك يا رسول الله كلهم السلام عليك، ناس حمقى كانوا. فضحك معاوية وقال اغربوا، وزجرهم. فلما خرجوا قال لهم عمرو: نهيتكم عن أن تسلموا بالخلافة فسلمتم بالنبوة، عليكم لعنة الله. نعم، طبعا هنا في حديث لكن ملوش علاقة بالصعلكة، لكن خليه نوع من الصعلكة، هو سب علي طبعا، كيف كان يسب في مجلس. هذا السب عندنا فيه تحقيق طويل وآثار كثير جدا. المدائن عن جويرية ابن أسماء أن بوس بن أبي أرطأ نال من علي عند معاوية وزيد ابن عمر ابن الخطاب حاضر. مين زيد هذا؟ ابن مين؟ ابن أم كلثوم بنت مين؟ بنت سيدنا الإمام علي عليه السلام. يا حبيبي جده، أنت بتسب جده، مش لأنه علي بس، وجده هذا أبو أمه. فعلوه بعصا زيد هذا إيه؟ نعم، على بصر بن أبي أرطى بعصا، فشجه. فقال معاوية: عمدت إلى شيخ قريش وسيد أهل الشام فضربته؟ بصر سيد قريش؟ تبا لبصر، وقال لك له صحبة وليس تبا لبصر لأفعال بصر وقبائح بصر وذبح الأطفال، ذبح الأطفال الصغار بالسكين أمام أمهم، والعياذ بالله من بصر، وبيع المسلمات، سبي المسلمات. يا أخي أعوذ بالله. قال عنه القرطبي في التذكرة، قال بصر الذي فعل وفعل وهتك الإسلام، قال بصر هتك الدين، قال هذا عند معاوية، هذا سيد قريش. الأمور انقلبت يا جماعة، هذه أبكى الصحابة، كل شيء انقلب، كل القيم انقلبت، كل شيء انقلب أيام معاوية. حتشوفوا بشهادة معاوية، معاوية أقر أن كل شيء انقلب، هو الذي قلبه، قلب الدين والقيم والأخلاق، كل شيء باعترافي سيأتيكم بعد قليل. الآن قال: عمدت إلى شيخ قريش وسيد أهل الشام فضربته، ثم أقبل على بصر فقال: شتمت عليا وهو جده، وهو أيضا ابن الفاروق، هذا يعني دمه حار زي أبو عمر، هذا ما في لعب عنده، علي جده وهو ابن الفاروق، أفكنت ترى أنه يصبر لك؟ يعني معناه واضح أنه مجالس معاوية كان يسب فيها علي، يسب فيها عين عينك ويلعن وينتقص والعياذ بالله. حقد، هذا اسمه الحقد العبشمي، عبد شمس حقد. ما في انسان يحترم نفسه ويعني مجلسه للسب واللعن، وخصمك مات شهيدا الى الله، انتهى، كف عنه، ما في، لا لا لا، اشتفي منه بعد موته. وسب علي ثبت بالاسانيد الصحاح انه سب للنبي، باسانيد صحيحه صححها الالباني وابو اسحاق الحويني كمان، قال لك صحيح، ما في، كلهم صححوها، يعني مش القدماء بس، حتى المعاصرون. المدائن يسمعوا الآن عن سعيد بن مبارك وعوانة قال: قال معاوية: معروف زماننا منكر زمان قد مضى، ومنكره، أي منكر زماننا، معروف زمان قد بقي. اعترف بهذا، انقلبت الأمور خلاص، انقلبت، هو يعرف هذا، يعرف هذا ويقر به. صحيفة 39، هذه قصة الإغراء، كيف كان معاوية يغري بين سعيد بن العاص وبين مروان بن الحكم. على فكرة هذا أحسن من حل هذه الناحية وأطال فيها العقاد. العقاد أثبت لك أن معاوية كان يعني يستوثق لحكمه وأمره بالإغراء بين القبائل وبين العشائر وبين البلدان وبين الأشخاص باستمرار، يفعل هذا حتى بين الأقرباء. يعني سعيد بن العاص في نهاية المطاف ابن عم مروان بن الحكم، سعيد بن العاص كان أميراً على المدينة، وبعدين عزل، أتى مروان، يأتي كتاب لمروان من معاوية، يقول لما يأتي كتاب هذا بتروح بنفسك، بتحمل حالك بتروح وتهدم بيت سعيد بن العاص. فمروان ما صدق، هذا خيط باطل، هذا خيط باطل، اسمه هذا كان خيط باطل، أخوه عبد الرحمن شاعر،
يسميه خيط باطل ويسبه، وقال الأمة هذه راح في 60 داهية لما هذا إيش يصير له أهمية فيها، راحت أمة محمد قال معروف. هذا مسلسل حسن الحسين صوروه جميل وشكل صبوح، وهو كان من أقبح عباد الله. يقول الذهبي وجهه قال أحمر، رأس كبيرة، عنقه دقيقة وضعيف، شيء فظيع كان، سم صوروه أنه ما شاء الله مسلسل الإفك هذا والزور، مسلسل الاستهبال على الأمة. فالمهم ما صدق، أخذ نفسه وأخذ إيه الفعل معاه لكي يهدم. قال له وين سعيد؟ كيف تهدم بيتي؟ قال له اسكت تأخر عني، لابد أن أهدمه. قال له كيف تهدم؟ قال له عزمة هذه من معاوية. قال له اصبر. قال له لو كنت مكان أنت تهدم بيتي؟ قال له لا اصبر. فذهب إلى بيتي فأتى بكتب أكثر من رسالة كل شهر والثاني. قال له تفضل. شافها مروان كلها رسائل من إيه؟ معاوية لما كان سعيد والي على المدينة اهدم بيت مين؟ مروان. سعيد مرضيش، قال لا ما بهدم، وسعيد أفضل من مروان. ولذلك يقول إيه كل إيه المؤرخين لما كان سعيد يكون واين على المدينة كان لا يسب عليا، ما يرضيش يسب يوم الجمعة، فإذا عاد مروان سبه. مروان كان يسب عليا يوم الجمعة يلعنه، سعيد لا يلعن، يتورع عن لعن علي. فيغري حتى بين أولاد العم نفسهم من نفس الأسر الأموية عشان يستتب حكمه. الناس كلها تكره بعضها ويبقى هو إيش يأمن، يخاف من كل شيء. فظيع الرجل، فظيع مثل كل الطواغيت، مش يعني إيه أحسن ولا أسوأ يمكن. طيب المدائني كتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة، هذا البطل طوال، هذا اللي بتعرفوه أنتم، هذا كأبيه أبوه سيد ما شاء الله، وهو كمان إيه وهذا طبعا إيه من جنود علي الكبار، هذا قيس بن سعد في معارك علي. فكتب إلى سعد حين أبى المصير إليه، وكان مع الحسن بن علي عليهما السلام، يا يهودي ابن اليهودي. هذا معاوية يكتب ليه الحين قيس يهودي وأبوه سعد بن عبادة سيد الأنصار يهودي، هكذا سب، يا يهودي ابن اليهودي إنما أنت عبد من عبيدنا. ما هو قال له في الأول تعال تعال، قال له بديش أجي، بديش مش هجيك. فكتب له يستفزه، فكتب إليه يا وثن ابن الوثن، دخلتم في الإسلام كارهين وخرجتم منه طائعين. أنت مش مسلم أصلا، تركت الإسلام من زمان، أنت دخلت كرها وخرجت أي طوعة. قال له يا وثن ابن الوثن. المدائني هذه قصة أسامة عاد هيها. قال معاوية لأسامة بن زيد رحم الله أم أيمن كأني أنظر إلى ساقيها وكأنهما ضنبوبا نعامة خرجاء. فقال هي والله خير من أمك وأكرم. فقال معاوية وأكرم أيضا؟ أي طبعا أكرم، مربية الرسول هذه مش أكرم من هند؟ آكلة الأكباد؟ شو تحسن لهذا العقل يا أخي؟ قال نعم. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا واضح أن معاوية إيش؟ يعرض بماذا؟ بلونها، هي حبشية سوداء يعني. وأكرم قال له يعني أنت مصدق حالك أكرم؟ شوف 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 الرجل عجيب يا أخي، عنصري. وأكرم يعني مصدق أنه أكرم خير، خير بتعرف أنت خير يعني بالأجر وبالفضل الديني. وأكرم فيه كرامة إلها معنى دنيا كمان. قال له قال أنه الكرامة عندنا صارت في الدين غير عاد كرامة العرب، أتقاكم بالتقوى صارت فيش عربي وعجم وأسود وأبيض، أتقاكم. المدائني عن مسلم ابن محارب قال كان سليم مولى زياد من الدهاء، فما نحتاج هذه كثير خليها. طيب بقي القليل خلاص. نعم المدائن عن أبي محمد العبدي قال أكل صعصع ابن صوحان مع معاوية فتناول شيئا من بين يديه، يعني شوي قربت إيده لشيء قدام معاوية أكله. شوف قلت لك نفسه ضيقة هي الصعلوك. فقال لقد أبعدت النجعة. يلحظ واضح شو هذه الأخبار كان إيش استفاضت يعني معاوية يلحظ أكله دائما، نفس ضيقة نفس ضيقة ما عنده سماح حقيقية. لقد أبعدت النجعة. قال من أجدب انتجع. ليش؟ لأنه قدامي فيش حاجة، كله عندك يا معاوية. شوف شوف هذا لؤم كمان، يعني جايبين له الطبق حاطين اللحمات كلها قدام معاوية والضيوف يا حرام يعني ما فيش شيء. قال له من أجدب جدبا، قال له فيش حاجة هنا انتجع، نروح نشوف هذا. من أجدب انتجع، يا أخي العرب كانوا أذكياء. المهم نعم. قال معاوية لمعاوية ابن حديج، وها تعرفوا معاوية ابن حديج هذا اللي كان في مصر هذا، وهذا كان من سبابة الإمام علي، هذا يسب عليا هذا، وقال الحسن بن علي قال يا معاوية ابن حديج لا تسب عليا، وحنقول عن القصة وذكره بالآخر لكن فيش فايدة. وهذا متهم بقتل مين؟ محمد بن أبي بكر، قلنا لكم عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج أو واحد منهم أو اثنين في اختلاف. فمعاوية يقول إيه لمعاوية ابن حديج ما جرأك على قتل محمد ابن أبي بكر؟
قال الذي جرأك على قتل حجر ابن عدي، وطبعا لأنه معاوية بن حديج هذا كندي، حجر بن عدي من كندة يعني، وحجر بن عدي برضو إيه كندة، أفتقتل حلماءنا ونصفى عن سفهائكم؟ هكذا. حدثنا نعم العمري على هيثم ابن أبي عياش قال دخل مالك ابن هبيرة السكوني من السكون على معاوية، فلما طلع قال لعمر ابن العاص يا أبا عبد الله ما أحب أن هذا من قريش. قال وما يهولك من؟ قال أقسم بالله لو كان منهم لأهمتك نفسك وما خلوت بمصر. داهية هذا السكوني، هذا داهية جدا. فلما دنا سلم وجلس قال وخدرت رجله فمدها، فقال له معاوية يا أبا سعيد وددت أن لي جارية لها مثل ساقيك. صعلوك، قلت لك صعلوك، إزاي صعلوك يؤذي ضيوفه، يؤذيهم بكلام قبيح زي هذا، وعنده مشكلة جنسية الرجل، هتشوفه بلاحظ شغلات كثير غريبة هيك. قال في مثل عاجزتك يا أمير المؤمنين، أعطاه على الحامي مباشرة. قال حبجة بلبجة. واحد بواحد يعني. قال حبجة بلبجة والبادئ أظلم. قال نهض، فلما نهض قال معاوية العمر إن الله قد أحسن بك إذ جعل هذا من كندة. لو هذا قريب منا في قريش لبهدلنا، دمر الدنيا، هذا ناس خطيرين هذا. قال له نعم حبجة لبجة، قال له نعم. هذه خطيرة هنا، هذه لها علاقة حين بموت معاوية، حنحتاجها بعدين لكن نقرأها بسرعة هنا. عن أبي بردة ابن أبي موسى، أبو بردة هذا الخبيث المجرم، هذا ابن الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. هذا الشهد 70، جاب 70 من الشهود يقسمون أن حجر بن عدي الكندي كفر كفرة صلعاء فقتل. هذا أبو بردة أفندي، هذا ابن الصحابي الجليل، هذا من أخبث عباد الله. هذا كان أبو بردة عليهم الله ما يستحق هذا. إذا رأى أبا الغادي قاتل عمار إيش يقول له؟ أبشر بالجنة. شوف الحقير يقابل مين؟ كلام النبي، النبي يقول قاتل عمار وسالبه في النار، إيش يقول هو؟ أبشر بالجنة، قتلت عمار اللي كان مع علي، تهنى تهنى تهنى. شو بالله عليك؟ ناس ناس طواغيت يا أخي، ناس هذول فظيعين. احنا بنفكر يعرف إيه؟ بنفكر لأنه العهد كان قريب يعني بالرسول الله كذا، إنه قطعاً كان الورع أكثر والتقوى، وكان لا 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 والله كان في رؤوس يا جماعة في الطغيان والكفران والفسق، فظيعين كانوا الجماعة هذول. فإحنا درويش غلابة، فظيعين كانوا بعضهم. قال دخلت على معاوية حين أصابته قرحته، هذه مهمة القرحة، يعني معاوية مات بالقرحة. ابن قتيبة يقول لك النقابات، ايش هي الدبيلة؟ هو موتته بالدبيلة كما ايه صرح به. فقال هلم يا ابن اخي فانظر اليها، فنظرت اليها وقد سبرت، فقلت ليس عليك يعني بأس، هذا في البداية بعدين خلص فيش فايدة. ودخل يزيد فقال له ان وليت من امر المسلمين شيئا فاستوصي بهذا. بمين؟ بأبي بردة ابن ابي موسى يا حبيبي، أبي بردة طبعا يوصي بالأخباث ويعرف الأخباث هذول ما شاء الله عليهم، زي ما قال له وإن لك من أهل المدينة يوما، فإن خرجوا عليك فرمهم بمسلم ابن عقبة. وفعلا وصية في مكانها، استباح المدينة 3 أيام، مسلم يعرف معاوية. وقال له أبو بردة هذا ممتاز، كأنه يرى الغيب يوصي بالأخباث. المهم في 48 حدثني عبد الله بن صالح العجلي عن شريك قال كتبت عائشة لمعاوية في قتل حجر أو غير ذلك، أما بعد فلا يغرنك يا معاوية حلم الله عنك. عشان تشوف أمنا عائشة عارف حقيقة معاوية كيف كانت تخاطبه، عمرها ما ظنت أنه صحابي جليل وإنسان طيب كما نقول نحن، أبدا عارفاه وعارف إجرامه وبتحذر من الله، بتقول انتبه. لا يغرنك يا معاوية حلم الله عنك فيزيدك ذلك استدراجا، معناها هي تصرف بماذا؟ بأنه ماذا؟ مستدرج مفتون. قلت له انت ضايع، انت بتهرع الى جهنم وانت مجنن نفسك يا معاويه. فانه بالمرصاد، وانما يعجل من يخاف الفوت. لو كنت بتخاف الفوت عجل عجل توب، والا بتروح انت. هي خطاب عائشه له، تفهم ما هو، تفهم ما هو. الان اسمعوا القصه العجيبه هذه، ولا تحتاج لتحليل، لا تحتاج. المدائن عن ابي ايوب بن عبد الله قال كان معاويه يحسد الناس على النكاح، يغطاز اذا واحد رجل يعني فحل وعنده نسوان وكذا بنجن بدوش، نفسه كل الناس يكونوا دلاديل تعبانين عنينين. فقال لرجل من جلسائه من كلب وكان شيخا كبيرا كيف انت والنساء؟ كيف وضعك انت هنا؟ قال ما شاء ما اشاء ان افعل الا فعلت، وقت ما بدي ما فيش مشكله. غاز معاويه، هو زلمه كبير كمان اكبر منه.
فجفاه وحرمه صلته، قطع له رزقه، قال له فيش خلاص، مرتب ما فيش. تخيل ايه صعلوك، قلت لكم صعلوك هذا كله شرح حديث الصعلوك اليوم، واكيد يشرح في المجلد هذا من اخبار معاويه. تعرف كم كان صعلوك الرجل هذا؟ مش امير مؤمنين ووالي ومؤتمر على مؤتمن على امر، لا لا لا. فجفاه وحرمه صلته، الكلب هذا تبهدل المسكين، قال لك رحنا نضعنا فخر حياتنا، لكن ذكي. فدس الكلبي امرأته إلى ابنة قرظة، زوجة معاوية هذه، امرأة معاوية، فشكت وقالت: ما أنا وهو في اللحاف إلا بمنزلة امرأتين، احنا اثنين نسوان. ميت ذكي الكلبي. ودخل معاوية على ابنة قرظة فقال: من المرأة التي عندك؟ في حياتي ما سألت زوجتي مين اللي عندك ومين اللي كانت عندك، في حياتي ولا أفعلها، وهذا ليس من شرف الرجل. إيش يعنيني؟ أو مع مين كنت بتكلمي إيه من النسوان وكذا؟ ما يعنيني، ما يعنيني، عيب، ما تتدخل في شؤون النساء أبداً. أنا بقول لك، بقول كيف الأخلاق وكيف الأشياء تفهم. مين اللي كانت عندك يا حبيبي؟ إيش هالشخصية هذه يا حبيبي التي عندك؟ قالت: امرأة فلان الكلبي. قال: وما قالت؟ قالت: شكت حالها وكبر زوجها وأنه لا ينال منها شيئاً ولا يقدر عليه. فقال: ما هكذا يزعم؟ هو بحكي غير هيك، انبسط معاوية. فأرسل إلي وتوارت امرأته عند النساء، عمل له دق ويضلك هنا أنت لمرته، قال بتضلك هنا وبدنا إياكي، بده هذاك يعني يفضحه، معاوية بده يفضح عشان إيه ينبسط منه، فعلا أنت كذاب. معقد معقد. عند النساء فقال له معاوية: يا فلان كيف قوتك على الجماعة؟ فقال: ما أشاء أن أفعل إلا فعلت. ممتاز. فقالت امرأته: كذب يا أمير المؤمنين. طبعا هو هذه كلها خطة عملها معاوية، فكر على ذكي انه عامل خطة مع مرته، هي عاملها مع زوجها اصلا بدون فلوس مسكين. فقالت: كذب يا امير المؤمنين. فقال الشيخ: اقلني هذه الكذبة. قال له: صح انا كذبت، يعني سامحني خلاص كذبنا احنا. فضحك معاوية وقال: انا ابو عبد الرحمن، انا الامور بتمشيش علي، كشفتك انا عرفتك تعبان. قال له: انا ابو عبد الرحمن. وأمره فانصرف وعاد إلى ما كان عليه من بره وصلته، رجعه المرتب. عشان هذا كله تطبيق على خطبة امباء، عشان تعرف كيف تقرأ التاريخ لازم تقرأه زي هيك برضو، طبياً وجنسياً وسيكولوجياً، كله كله تفهم الشخصية اللي قدامك. مش صحابي وانتهينا وخلص، سكر مخوخنا أمشي صحابي وترضى عليه وتستهو كل مظالمه هذه يسكت. مش هيك الدرس، مش هيك فهم الدنيا يا أخي، إيه الكلام الفارغ هذا؟ والله لو تعاملنا اليوم مع حكام اليوم بطريقة هذه أقسم بالله ما غيرنا واحدة منهم ولا رضينا عليهم جميعا، أقسم بالله. إيش المشكلة؟ جيب لي حاكم اليوم واحد موجود الآن تسبب في قتل 70,000 من طراز الصحابة والتابعين يا بابا، ما فيش، مش موجود ولن يوجد قتل الصحابة والتابعين. لذلك أحد العلماء من أهل السنة قال: معاوية هذا لن يوجد أحد في مثل سوءه. ليش؟ قال: عشان يوجد واحد زيه لازم يوجد واحد زي علي في مكانة علي وولاية علي وتعاديه كما عادها معاوية عشان تأثم كما أثم معاوية. لكن وين؟ مش حتلاقي زي علي خلاص، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 70,000 تسبب في قتلهم عشان الكرسي وبس، وصرح بذلك. نعم. طيب، هذه ذكرناها وهذه ذكرناها، هذه قصة حلوة كثير بتوضح حقيقة الرجل. إيه طيب، 53. نعم. المدائن عن ابن عوان وابن جعدبة قال: قال معاوية ابن عباس: إن عثمان أصاب من هذه الدنيا وأصابت منه، وإنها قد مالت بي وملت بها. يعترف الرجل، رجل دنيا، قال لك رجل دنيا لعبت فيه الدنيا، قال له لعبت فيه كثير. فما ترى يا أبا عباس؟ بقول لمين؟ عبد الله بن عباس. قال: أنت شايف يعني الدنيا هذه بهدلتنا. فقال: إن الدنيا قد أمكنتك فهي في يدك ولك درها ما شاء الله، وإن الآخرة ممكنة لك إن أردتها. شفت؟ الأمور واضحة عند معاوية عند ابن عباس. إذا كنت لست رجل آخرة واضح أن سعيك كله للدنيا، أنت لا تريد الآخرة، بس الفرصة موجودة إذا بدك. وفعلا لو معاوية تاب، أقول لك ولو في آخر حياة توبة نصوحة حقا وأعلن البراء من أفعاله ومن ذنوبه واعتذر للتاريخ والإمام علي ولشيعة الإمام علي وكف عن سبي وأصلح، وده لحل الله كان يغفر إن شاء وتجاوز ويحسن حتى في نظر الأخلاف الزينة. لكن لا يا بابا، هذا مات على ما هو عليه، وزي ما قلت له ختم حياته بيزيد، مفيش خلاص انتهى. ولما نقصك من دنياك وزادك في آخرتك خير لك مما نقصك من آخرتك وزادك في دنياك. طبعا لكن وين؟ يا حسرة يا حسرة.
هنا المدائن عن محمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير أن أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل دخل على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأمير. فضحك معاوية وقال: بايع يا أبا موسى. ما كانش مبايع وبسط يده معاوية. فقال أبو موسى، وهذه قصة لها دلالتها، وبايع علينا ولنا، وبايع علينا ولنا، في عنا شروط، عنا وحنا حقوق وعنا أشياء كمان. فقبض معاوية يده وانصرف أبو موسى، فقال له ابن عضاه الأشعري جليل أبو موسى: يا أبا موسى، إنك رأيت رجالا من قريش يقولون لمعاوية، تكلموا معاه يعني كلام هيك بزعجه، فيحلم عنهم، ففعلت كما فعلوا، وإنه يهون على معاوية أن يقتلك فيؤدب بك غيرك. كنت مخدوع فيه، صدقت أن معاوية حليم وكذا كذا. هو إذا حليم مرات بكون حليم مع القرشيين، لأن هذول قوم وناس أقوياء ومع بعضهم وعصبية وشيء فظيع القرشيين هذول. أنت أشعر يمني، ما تقولش صحابي ما صحابي، يقتلك بسهولة ويؤدب بك غيرك، يعني يجعلك نكالة، فما تغتر، تقيس نفسك على مين؟ على القرشيين من قومه. انتبه، يعرفون حقيقة الرجل هم. فإني سمعت يقول، وفعلا قال في غير مناسبة، إن السلطان يضحك ضحك الصبي ويصول صولة الأسد. عارف حاله كيف؟ فراح أبو خاف موسى، انقطع قلبه وقال حيقتلني فيش فايدة. فراح أبو موسى إلى معاوية فسلم عليه بالخلافة: السلام عليك يا خليفة رسول الله. المرة قالوا الأمير، يا أمير، مش معترف له الخلافة لسه، الحين قالوا خليفة. وقال: ما أنكرت من تسليمي عليك بالإمرة، ليش أنت زعلت أن قلت لك يا أمير يعني؟ فقد كنا نقول لعمر بن الخطاب فيراها وغيرها سواء، عمر مش همال ألقاب، وما أنكرت من قولي أبيعك علينا ولنا، علينا الوفاء بها ولنا أجرها. تأول على غير، يعني بده خلص نفسه، لأنه عرف حاله قدام رجل باطش طاغي، ما تلعبش معاه. هذا مش علي، قلت لكم أنا، علي بايعه من بايعه، امتنع من امتنع، علي قال إيه؟ اتركهما ما اختاروا لأنفسهم، ويؤمن جانبه علي مطلقا. هذا معاوية مش علي، يقتلك، ما بايعتش حخلص عليك، عشان أمن جانبك ملك. فتبسم معاوية وقال: بايع أبا موسى بايع، فلعمري ما أخرجتها حتى زممتها وخطمتها، ولئن كنت قد قلت خيرا لقد أردت شرا. قالوا: أنا عارفك وعارف إيش كان قصدك، بس أنا فاهم كل شيء، يلا بس بايع، هات يدك، وأخذ البيعة مباشرة. نعم. طيب، الآن المدائني عن غسان بن عبد الحميد عن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن أبيه اللي هو المسور بن مخرمة الصحابي قال: قدم معاوية المدينة فخطبهم فقال، هنا اعتراف معاوية، يعترف: إني رمت سيرة أبي بكر وعمر، عمل زيهم فيكم، يعني أحكم في الرعية مثل أبي بكر وعمر، فلم أطقها. طبعا وينطقها ولا تقدر، مستحيل. فسلكت طريقة لكم فيها حظ ونفع على بعض الأثرة، يعترف أنه بيستأثر، بس إيه؟ قال بعض الأثرة، أثرة كبيرة جدا جدا جدا. والكلام هذا تعرف من الذي يخاطب به؟ وجهاء القوم بس، ويخاطب وجهاء القوم، لا يخاطب الرعية والناس الغلابة هذه، مستحيل، ويخاطب الناس الكبار على بعض الأثرة. فارضوا بما أتاكم مني وإن قل، إيش ما يجيكم حتى لو قليل ارضوا، تخيل، فإن الخير إذا تتابع وإن قل أغنى، وإن السخط يكدر المعيشة، ولست بباسط يدي إلا إلى من بسط يده، فأما القول يستشفي به ذو غمر فهو دبر أذني، ما اهتمش، تكلموا، وتحت قدمي حتى يروم العوجاء. إذا دخل بعدين مداخل سوء يتمرد هذا، نعرف كيف نعالجه، لكن بالكلام. لذلك هو روى عنه البلدوي أيضا بعد قليل، قال: لن نحول بين الناس وبين إيه؟ ما يقولون، تكلم بدك إياه، ما لم يحول بيننا وبين ملكنا هذا. هذا على فكرة شعار كل الطواغيت، كل الطواغيت، اتكلم، احكي، أنا بعرف ملك عربي ذهب إلى أمر الله، مش حقوله كذا، كان شعاره هيك على فكرة، كان شعاره افعلوا وتكلموا اللي بدكم إياه، لكن عفوا تكلموا متى وإياكم إيه والفعل، ما يتحولش القول لفعل، تكلموا سبوا وما هينيش أنا، بس فعل رحت في داية مباشرة، الشنق، الإعدام. وهذا معاوية نفس الأساليب، نفس الأساليب والعياذ، نفس العقلية، نفس العقلية. هنا هذه فظيعة، هذه والعياذ بالله تبارك وتعالى، أي والله قصة طويلة ما تعنينا كثير، لكن إيش قال في الأخير؟ قال: امضي، ممكن نقرأها. ركب معاوية وأنا معه، حبيب بن مسلم الفهري، هذا حبيب بن مسلم الفهري، وأنا معه، فبين نحن نسير إذ طلع رجل باذ الهيئة، هيئته هيك يعني أطمار وكذا، فلم أره أكبر معاوية ولا اكترث له، حتى مش معاوية مع أنه رجل باذ الهيئة،
وأعظمه معاوية إعظاما شديدا. ثم قال: أجئت زائرا أم طالب حاجة؟ فقال: لم آتي لشيء من ذلك، ولكني جئت مجاهدا وأرجع زاهدا. الله أكبر، جئت أقول كلمة حق في وجهك الإمام ظالم، يعني هذا الجهاد أعظم الجهاد. قال له: جئت مجاهدا وأرجع زاهدا، ومش هأخذ منك ولا حاجة، أنا بدي أحكي كلمة حق في رجال. فمضى معاوية عنه، فقلت: من هذا؟ حبيب بن مسلم الفهري. قال له: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: عقبة بن عامر الجهني، الصحابي الجليل. شوف أهل خير، بقية خير. قلت: ما أدري ما أراد بقوله، أخيرا أم شرا؟ قال: دعه، فلعمري لئن كان أراد الشر إن الشر عائد بالسوء على أهله. جيد خطير، مش هو بس، قال له، قال له هو وأهله. طبعا معاوية لا يرحم، ما في لعب، إذا بده وراء شيء بضيع وبضيع عيلته كلها، عائد بالسوء على أهله. قلت: سبحان الله، ما ولدت قرشية أذل منك بالكلام بس هيك يعني؟ فقال: يا حبيب، أحلم عنهم ويجتمعون خير أم أجهل ويتفرقون؟ قال: فقلت: بل تحلم ويجتمعون. قال: امضي، فما ولدت قرشية قرشيا له مثل قلبي. أستغفر الله العظيم، ولم يستثن رسول الله. طاغية، رجل شايف حاله أحسن واحد وأحلم واحد وأوسع قلب، ولم يستثن محمدا. لو قال: ما ولدت قرشية باستثناء رسول الله، لا لقبلناها شوية على الأقل من هالطاغية، ولم يستثني برسول الله. قال لك: ما شاء الله عليه، تردوا عليه. إيه؟ ما ولدت قرشية، قال. قال: قلت: إني لأخاف أن يكون ما تصنع ذلا. قال: كيف وقد قاتلت عليا فصبرت على مناوئته؟ وبعضهم يروي هذا عن الضحاك بن قيس. هنا أيضا عن عوانة قال: قال معاوية: يا معشر بني أمية، إن محمدا لم يدع من ال... انتهينا تقريبا. هذه خطيرة جدا والعياذ بالله. لم يدع من المجد شيئا إلا حازه لأهله. المسألة هي مسألة تنافس بين محمد وآل محمد بني هاشم، وبين معاوية وبني عبد شمس، هيك بيخذ هو، مش إنه هو مجرد واحد في الإيه، في الصحابة، واحد في الأمة، أمة محمد، لا 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 لا، منافسة مع الرسول وأهله. هذا خطير الخبر هذا. إن محمدا هكذا قال: إن محمدا لم يدع من المجد شيئا إلا حازه لأهله، وقد أعنتم عليهم، والعياذ بالله، والعياذ بالله من الكلام هذا يا أخي، وقد أعنتم عليهم بخلتين في ألسنتهم ذرب. كيف يعني؟ ألسنة بني هاشم ذربة، عندهم صلاة وفصاحة فعلا، أهل بيت الرسول تتكلم الكلمة يردك عليها مباشرة بذكاء عجيب، لكن ما فيش فيها فحش، حاشا لله. قال: في ألسنتهم ذرب، وفي العرب أنف. في العرب بتحملوش واحد إيه؟ كل كلام شفناه اليوم إحنا هذا فيش فيه ذرب، بس عمين كان إيه؟ يتحدث هو إيه زيك عن أم أيمن، عن كذا، عن فلان، عن ناس إيه؟ اشترى ضمائرهم وبتهم إيش؟ بني هاشم، وحذر منهم مرات عديدة. والله إلكوا يوم من بني هاشم، بالعكس يا أخي، الإمام علي صار خليفة، ما شفناش منه إلا كل خير، والله العظيم. أول شيء عمله الإمام علي، أول شيء دخل بيت المال وبدأ يفرق عاد في الأمة، في الفقراء وكذا. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، لو أبقيت شيئاً تتألف به قلوب بعض الأكابر يعني. قال: معاذ الله أن أطلب النصر بالجور، لا، فرق فرق، وزع وزع وزع، حتى قال لك فرغ عن آخره، فأمر بقمه وكنسه وصلى فيه ركعتين. هذا الإمام علي، ويحذرهم معاوية، دائما يحذرهم منه، والله هذول بنو هاشم، هذول وكذا، هذول وكذا. تكذب على من يا معاوية؟ شفناك وشفنا بني هاشم إذا حكموا، وين يا بابا؟ نعم، وفي العرب أنف، وهم محدودون. إيش محدودون؟ من الحديد، يعني إيه؟ عندهم غضب، عندهم عفة. قال الرسول ما بيقبلوش إيه؟ الذل والمهانة، ما في، كل إنسان يقف يأخذ حده. محدودون بمعنى إيه؟ حديد، عندهم قوة في الشخصية وكذا. فأوسع الناس حلما، فوالله إني لألقى الرجل أعلم أن في نفسه علي شيئا فأستثيره، فيثور علي بما يجد في قلبه، فيوسعني شتما وأوسعه حلما، ثم ألقاه بعد ذلك أخا أستنجده فينجدني. يعني يدعي معاوية، على فكرة كان عنده عقدة هذه، يصر دائما على أنه حليم وأحلم من بني هاشم، غير صحيح. أحلم الناس رسول الله، وبعد رسول الله من بني هاشم الإمام علي، وكان مشهورا جدا بالحلم. الإمام علي حلم حقيقي، عمره ما حلم عن أحد وأمر بقتله ودس السم له، أبدا أبدا أبدا، مأمون الغائلة، ميمون النقيبة. معاوية كل حياته غدر ونقض عهود
وتسميم للناس وقتل، وقال لك انا حليم انا حليم انا، شو الكلام الفارغ هذا؟ وموت قرشيه، قرشيا له قلب مثل قلبي، إن ما شاء الله اوسع الناس ايه قلبا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على ختام الانبياء والمرسلين وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.